من الأحاديث التي نسبت إليه عليه الصلاة والسلام ولا تصح عنه: لن يغلب عسر يسرين. ولا شك أن معنى هذا صحيح، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لأنه كرر العسر بلفظ أل، فيكون العسر واحدا في الآية، بينما اليسر وهي كلمة يسر كررت في الآية مرتين، لكن هذا اللفظ غير ثابت. أما معناه لن يغلب عسر يسرين فالمعنى صحيح.